عليكم بنات، شخباركم؟ كيف صبحتوا؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، بخير وعلى خير، مع فيديو جديد ان شاء الله. بديت لكم البنات لا فيديو، انا في الطوموبيل غدا مع راجلي ومع بابا نسوق، مشيو نسوقوا، وخليت ماما خدامه كتطحن داكشي ديال الحلوى الشباكيه، بحال مقرفع عواد طلعتها معاها من فاس، راها خديتها كطحنها. المهم كتوجد النافع، كتوجد الزوج ثلاثه هو كطحنوا، باش هكذا منين غادي نرجعوا ان شاء الله باذن الله نبداو الحلوى الشباكيه. واخيرا المهم راكم عارفين داك النسمه ديال رمضان كتشمي الريحه، يا سلام. اللي بغيت نقول لكم، بزاف ديال البنات اللي قالوا لي زعما الصراحه العائله ملي كتكون هكذا في رمضان، سورتو في رمضان كتكون اللمه زوينه وهذا. انا اللي غادي نقول لكم اختي، راه ما باغيينش يقزوا، هما طالعين غير باش يقزوا معايا واحد اليومين ولا ثلاث ايام ويصوبوا داك الشيء معايا ويصوبوا راسهم ويمشيو بحالاتهم صافي، ما باغيينش يبقاو. ايوا المهم، ولكن شد فيهم، قلت لهم هبطوا، ماشي ما تهبطوش، ولكن وليو عاوتاني اجيو عندي في رمضان ان شاء الله، ماشي في رمضان، في الليله ديال رمضان يجيو باش يبداو معنا الصيام ان شاء الله باذن الله. ايوا صافي، هذا الشيء اللي كاين، حيت ماما مازال ما صوبات حتى شي حاجه. واش غنقول لكم، ما تعرفي شنو ديري، اجي طلعي عندي واجي نصوبو انا وياك داك الشيء، صوبي ليك وصوبي ليلي وصوبو حتى لختي حنان، وهي هذيك هبطي معاك داكشي ديالها والختي، قالت لي داكشي اللي كاين. ايوا داكشي هو اللي غادي نديرو ان شاء الله باذن الله. ولكن دابا مع عندنا السوق غادي نمشيو نتقطاو، ناخذوا اليوم السبت، غادي ناخذوا شويه ديال الخضيره وشويه ديال هذا، ونشوفوا الاجواء في السوق كيفاش دايره وبشحال الاثمنه ديال الخضره. حنا عارفين المواد الغذائيه كاملين زادوا في الاثمنه، وشفنا الاثمنه اللي خلعونا وداكشي. دابا غادي نشوفوا الخضره، انا مشحال هذه الصراحه ما تقضيت الخضره هكذا من السوق، كناخذها غير من السوبر مارشي قدامي الا احتاجيت شي حاجه. اما دابا لا، غادي نمشي نتقطى ونشوفوا لي بري ان شاء الله باذن الله. المهم هانتوما خليكم معنا، اكيد ما تنساونيش بواحد اللايك، يلا خليكم معنا. هانتوما البنات، الشافلور 5 دراهم الحبه، عزلو تخيه صار اللي بغيتي. الخير الخير، حامض البنات، ماشي الليمون، الحامض 6 دراهم. شحال البصله انا؟ 5 دراهم. ما كاينش بصح، ما كايناش بزاف في السوق، لقينا عند جوج، عند واحد لتحت ودابا هنا واحد. بطاطا ب 4 دراهم اصلا، فيها تقبه. شكرا. شي بورصه الفول 4 دراهم، عرفتي واعر، طقسو واعر بنين، مازال طري، غير مسخ بالغيث وصافي. بالتراب هذا البنات، كاين اللي يديروا الصفور حيت باقي زعما باقي صغير، ماشي هذاك النوع الشارف. المهم انا خديت 5 كيلو. نشوفوا الجبن 1300 ياك، 1200، 12 درهم. يلا صافي خليها. ها البنات، شريت غريبي لا هو 7 درهم باش خليها هاكا، حيت بغيتو يكون هكذا رقيق، ماشي كي بحال هادو بحال هادو. التيم بجوج دراهم. شحال تما 4 كيلو؟ يا زيو. شحال تما؟ 4 كيلو ب 8 دراهم. 4 كيلو. الله يخليك. ثمن 2 كيلو قول له. شكرا. كيلو. شكرا على واسي. عاد دخلت للدار خديت هذا كيف ما قلت لكم، وخديت هادو واحد البواطات صغارين، لقيتهم دايرين 3 دراهم. الله العظيم الا فنين، 3 دراهم. خديت هادو، خديت واحد البواطات وحدة اخرين ب 7 دراهم. هادو 7 دراهم، هادو كبيبرين، هانتوما خديت منهم 3، هادو 3 دراهم. خديت هادو
وحده الاريج وحده الزين. هانتوما هادو هادي لعبه هانتو باقيين جدادين فنين فيهم هادي من التحت بحال هكذا. هادي خديتها الاريج بجوج بهم ب 15 درهم وهادي الزنوب عجبتني وانا ناخذها. صافي هادشي اللي كاين دابا ندوزو على الطاك. كاين الخضره وداك الشيء المهم كاينه الخضره هادشي تال من بعد عاد نرصيه ماشي دابا. دابا غادي ندوزو نتغداو وندوزو ان شاء الله نجمعو دغيا دغيا هاد الروينه هادي ونبداو الحلوه لانها نتوما كي قلت لكم قبيله قلت لكم راه خليت ماما كطحن. ها نتوما هذا الزنجلان هادي القرفه هنايا يا لالا نافع شتو ايوا صافي. المهم ندوزو لخدمتنا راه غادي نبداو الحلوه حتى التالي ديال اللي تخيلوا النهار كامل البنات ما صورت لكم حتى شي حاجه حيت كنا مشغولين بزاف 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 ديال الحاجات منهم هذا الشيء غتشوفوه هنايا البريوات والقنينطات وهذا الشيء. المهم ما صورت لكمش هذا الشيء وخروج مشيت للخدمه وراجلي كان كيمشي معايا كنتلاقاو براجل غيزلان. المهم بزاف بزاف صراحه ما درنا هذا النهار ما كانش عندي كندير باش نتشارك معاكم النهار ديالي. وشنو قلنا خليو الحلوه حتى التالي اللي دات لي ماما اجي انتي كتقصري كتقصري وانا كنقصر كنقصر علاش ما نصوبوهاش بالليل. قلت لها صافي مشات هي هذيك ايوا دابا على ما تعشينا وسالينا وهما غادي ينعسوا حنايا نقصروا عليها ماشي بزاف جوج كيلو ديال الحلوه دغيا دغيا غادي نساليوها ما غاديش نهذاك نتعطلوا فيها بزاف. ماما غتطلق وانا غادي نضرب ونجمع قالك انا سوا غيعقد. ماما غتطلق لي العجينه غتعطيها لي سويله صاحبتي انا غنقبطها غنخرط خرط 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 على خمسه وغادي نقبطها ونجمعها ونحطها نجمع حيت انا يدي خفيفه نجمعها. تبارك الله عليك ماما بابا غيقلي ماما نعطيها الدلاك اختي حيت هي عاود كدلكها وكتعطيني القياس يعني كيف ما بغاتها هي ولكن انا غادي نجمعها ونحطها نجمع حط نجمع حط نساليوها بيت فين ان شاء الله باذن الله. المهم غادي نشارك معكم ان شاء الله المقادير ديال الحلوه ديجا كنت شاركتها معكم ولكن غنولي نعاود نتقاسمها معكم. يعني حنا دايرين دابا المقادير ديال 2 كيلو صافي حيت هما راه كافينا حنا 2 كيلو. انا ديجا خالتي راه صيفطات لي ودونك ماما غادي تصوب وغتصوب حتى اختي اكيد ناخذ واحد شويه اختي انا التمارة عندي وما ناخذش ضروري ناخذ مزيان خليتي دارك نقيه وجايه تصوبي عندي انت ما جيتشي بالعالي شتي انس نسيبه شتي خلات دارها نقيه وخلات جمعات ورصات خليتها كتشعل ايوا وفتالي جايه لعندي انا باش تصوب عندي هادشي وقال لك فتالي اللي يسحب لي جايين يدوزوا رمضان تالي قال لك شنو ما شنو لا اختي حنا نصوبوا هادشي ونمشيو بحالاتنا بابا قال لك 3 ايام يمشي قبل الغدا يمشي يلا تخيلوا شتي ولكن والله حتى يجي ان شاء الله باذن الله. المهم راه غير ضحكه البنات غير ضحكه ما فهمتش علاش التليفون مضبوط. اتونسيون اتونسيون اريج والله ما عرفت من بابا مضبوط دابا والله الا عاد تطلق شتي دابا عاد بدا كيبان مزيان. المهم انا غير ضاحكه ياك بالعكس الجمعيه ما كاينش ما احسن منها والنشاط ما كاينش ما احسن منه كاين بوحديتي دابا كنصوب حلوه الشباكيه ما نصوبهاش انا خصني ضروري شي حد اللي يكون معايا ونتعاون معاه ونضحكوا ونشطوا ونهضروا شويه في الناس نديروا شويه النميمه شكون هما هاد الناس حنا زعما نهضروا في البراني عندنا في ديالنا فما نهضروا نهضروا في انس نضرو في حماتي نضرو في لوستي الوايساتي نضرو خويا على سفيان انت هو نسيتي لا اله الا الله ضحكين وناشطين حنايا اختي يلا خليكم معايا وكا كانت هنايا عاوتاني خالتي الوايساتي غنقولو نفس الشكل نهضرو في مي نضرو في با يلا لا يلا خليكم معايا نشارك معاكم المقادير شعبانه زنجلان مطحون المهم هانتوما البنات حنا عندنا هنايا جوج كيلو ديال الفورس غادي ندخلو معاه جوج زلايف ديال الزنجلان اللي كيكون هكذا مغسول ومشمش ومحمر ومطحون
طحون مزيان. بالنسبه للبنات هاد الا بغيتو كيلو غديروا غير زله وحده. دونك غديري دابا هو الاولاني دائما كنجمعوا الحاجه اللي كتكون هكذا ناشفه بدو بديتها عاد كنخلي السوائل. هنا البنات راه عندنا الماء دافي شي شويه ومعه الزعفران شعره خليناه طلاق على خاطر خاطر دابا عاد غادي هو اللي غادي يجمعوا به العجينه. هنا عندنا جوج كيسان ديال الزبده. هنا دابا غادي استعملنا هنايا الزبده ديال سونترال اللي درناه. وهنايا عندنا معلقه كبيره ديال القرفه ديال هاد وهنايا عندنا شي جوج معالق كبارين ديال النافع اللي حتى هو كيكون منقي ويعني هكذا محمر ماشي محمر المهم كيسخن باش كيتغذى في الريحه ديالو وحتى هو مطحون ومضربل. صافي هنايا كيفما كتشوفوا بقاو عندنا غير المكونات اللي كيكونوا هكذا يعني سائلين. عندنا الماء باش غادي نجمعوا مع الزعفران. عندنا هنايا شويه ديال الخميره ديال الخبز مع شويه ديال الماء اللي فيه الزعفران. عندنا هنايا جوج كيسان ديال الزبده اللي كيكونوا دايبين. وعندنا الخل وعندنا ما زهر ماما راها زادت نافع جاك وقيله قليل يعني قليل معلقه صغيره بحال زدتي بحال زدت شي معلقه صغيره يعني بحال هاد جوج معالق كبارين ونص. صافي من بعد ما تغربل مزيان من بعد ما كتبقاو ديروا هكا هكا مزيان بيديكم فداك الزنجلان ما خاصش تبقى كاع شي حاجه هكا دايره تما بحال شكل الكوي ورا ولا شي حاجه عاد كنحبسوا داكشي كامل ومن بعد عاد كنبداو نديرو في السوائل. دابا دارت ماما جوج كيسان ديال الزبده دائبين. نسيت ما قلت لكمش البنات ضروري القبيصه ديال المليحه ماما راه دارت الملحه هي الاولى. عرفتي شنو قالت لي فاش كنت كدير هكا شنو قالت لي معلوم قولي لهم قولي لهم زعما باينه انا اللي راني معذبه لعندك راه ماشي غير يديها بوحدها تاع انا انتما قالت لي عاوتاني القصعه عاود لا دارت لي قصعه قصعه صغيره قالت لها عاوتاني موضوع القصعه صحني البانيو والله الا درت لي عطيني اختي البانيو اللي كتصبني فيه هذاك هو اللي عطاني لي البانيو لا شبر فوق ولا هروق؟ شبر فوق ولا هروق؟ تاخدي راحتك صح القصعة ماشي القصعة اختي الصغيرة جوج كيلو اللي جات بزاف ولا جوج كيلو زايدة جوج كيلو للفور وزادو عليا الزيت ديال الزنجلان تكبر العائلة إن شاء الله. القصعه كبيره القصعه كبيره القصعه كلكم راه قد الطبسيل دار 40 يوم 49 40 غير هي ما غارقاش داكشي اللي كاين ما غارقاش وجايه دايره حلوله ماشي هكا مفشا بحال مناسبه شنو ماما انا شنو يوا شنو حاكمه عليا نطلع من فاسل لا باش تصوبي الحلوه كتهضري باش تجي عندي اختي ما بغاتش تجي يلا عطيني جوج كيسان ديال جوج كيسان ديال الزيت اوكي يا لالا نعمرو ولا نخليه هكا ايوا كيف بحال اللي كيفاش كلو هذه من ماما بحال هذه اللي عندك
ندير لك ندير واش بان ندير لها الزيت كطيلي الشعرات وكذا ديال الطغوري حنايا كنعرفوا اللي كيديروها حتى هي الحلوه الشبكيه رقيقه كيلويوها هنايا لا واخا وتا هذه الحلوه الشبكيه على عباد الله الحلوه الشبكيه اللي معروفه هي ديال خمسه ديال هادو ديال الشريطات وتطويها موردة هذيك هي الحلوة الشباكية هاتي ماما الزيت راه غالية ماما هاتي نقطروهم عصروهم تقصر اختي هاتي تقطرو مزيان عرفتي هاتي تقياس ناقصنا ناخدو انا هو ما كنضيع كنبغيش الضيعة الضيعة ما كنضيعهاش البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما كنقطوها وكنجمعوها درنا لها المقادير كاملين اللي كيكونوا هكاك سائلين مزهر الزهر مزهر الزهر مزهر والخل وداك الخميره مهم اي حاجه كانت هذا وكنجمعوها كي قلت لكم بالماء اللي كيكون دافي مع الزعفران المهم صافي كتجمع مزيان غير هو خصها تبقى قاصحه بزاف ما خصهاش تطيح الكتاف سبحان الله العظيم خصها تبقى قاصحه ملي كتخليوها هكا قاصحه ما هي اصلا ما كتبغيش تديك ما كتبغيش تعركيها بحال كديري شي خبز ولا ملاوي ولا شي حاجه هي خاصك غير تضربيها بيدك تعطيها البوني 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 وتجمعيها البوني 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 وتجمعيها على داكشي كتشوفوها بحال هاد الشكل هي هكا خاصها تبقى صافي من بعد كنطلقوها واحد شويه وكنقطعوها طريفات صغيورين على حساب القياس اللي حنا غادي نخدمو كل مرصو بوحديتو صافي هاد الوقيته ماما هي صافي كتقادها كما كتشوفوا حنا كنحاولوا في الوقيته اللي كنكونوا كنخرطوها ما نضيعوهاش يعني ماشي نبقاو غير كنخرطوا العجينه الا ما هذا صافي نقطعوها نديروا لها هكا ونحطوها حيت ملي كيبقى داك الكسور اللي كيبقاو ديالها حتى العجينه كتقصح بزاف وكتعذب عاوتاني في الطليق كنحاولوا انا ديك الساعات نصوبوها في البلاصه ونحاولوا اننا ما نضيعوش العجينه وهذا وهذا شي راه حنا كنلعبوا ايوا صافي هادشي اللي كاين دابا غادي تساليها من بعد بهاد تقطع المرصويات هذا وغادي ندوزو باش نخدموها انا ما عنديش الصراحه الماكينه ديال العجينه ديال الحلوه اللي كتدير هكذا راه داك النهار شتها وما في مرجان كنت غنشريها وحق الله العظيم ماما ما جابتهاش معاها من شحال نسيت ايوا المهم ماشي مشكل دونك هادو ضروري ما خاصهم يتلقوا كيتخدموا شويه بالدلاك عاد كنبداو نخدموهم كنخليهمش هكذا شي البنات هاد المرحله هادي ضروري منها هاد المرحله كيف ما كتشوفوا ضروري منها لان هكا باش كتطلق العجينه خاص تكون عندكم الماكينه ديال الحلوه الشباكيه هاد المرحله هادي اوبليجي خاصها تكون ومن بعد كتحطيها
كتكملي صافي كتبداي تخدميها. بالنسبه حنا ماشي حنا كنديروا لهم هكا ونبقاو نحطوا كل مورسو في السلوفان ولا في خنشه ميكا ولا شي حاجه، لا لان كطيح يعني حيت هي فيها شويه الخميره اكيد بحال كتخمر وكترجع حالتها. كنديروا حنا بحال هكا البنات طيفات كاملين كنديروهم هكا في السلوفان. شوفوا ديجا انتم السلوفان بدا يعرق سبحان الله العظيم. شتي يا ماما؟ سبحان الله. كنديروها بحال هكا كنبقاو نهزو مورسو بمورسو. صافي دابا غادي نبداو نخدمو ان شاء الله باذن الله. وهي صغيره ديال الدار. هانتوما البنات شوفوا كيفاش كتجي مورده كتجي غزاله ما شاء الله كتحمق. انا غاده ماما راه هانتوما خدامه كتصوب لي كتحط لي هكا بحال هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، وانا اكيد بالمسانده ديال الحليوه دايره قدامي حلوه ديال البنانه ورا نهز وحيده. المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا كنحاول انني ما نضيعش بزاف ديال العجينه الا الا هكا شط لي غير شي طريف صغير ما عندي ما ندير له، ولكن كنحاول انني من يعني عجينه ما نضيعها ما والو. وصافي راه حنا قربنا نساليو عاد رجعت معكم باش نصور لكم. تبارك الله هانتوما كاينه هادي كيف ما كتشوفوا انا غاده معاها، كاينه هذا هانتوما راه باقا ماما عندها العجينه اللور هي كتصوبها هنا هانتوما. شوف كاينه هادي كيف ما كتشوفوا هنايا وهنايا وهنايا تبارك الله تبارك الله 2 كيلو راه حطات. دونك هنا كيف ما يبان لكم هانتوما انا نقرب لكم هكذا غادي تقولوا اسماء تقولي لنا الطريقه ديال هذه ديالك هانتوما غتشوفوها معايا. دونك انا خد هادي ماما هي اللي كتصوبها لي كنحاول نقطع بعدا غير هكا واحد شويه من هنا باش ما نضيعش العجينه باش هاد البلاصه تجيني حتى هي مورده زوينه. كنضرب 5 ديال الضربات. المهم انا غادي نكملهم كاملين 2 3 4 5 1 2 3 4 5 هذه ما غاديش نضيعها واخا صغيره ما غاديش نضيعها 1 2 3 4 5 هانتوما البنات راه كل واحد والطريقه ديالو، ولكن الطريقه القديمه كتبقى هي الزوينه كاع. هانتوما عندنا 1 2 3 4 5 هذه الاولى كنديروها مع ثالثه، وهادو بجوج بهم كنديروهم مع خمسه، كيتبقى الثانيه والرابعه كنديروهم بجوجهم مع بعضياتهم. كناخذوا هادو اللي اللور كنجمعوهم هكا كندوروها باش تجينا مورده. صافي كنقرصوا لها هكا داك الجنيبات ديالها كتجي بحال هذا الشكل ساهله ماهي. دائما الاولى مع الثالثه ومع الخامسة، الثانية مع الرابعة، كنشدوها من اللور كنحطوها ونقرصو لها الجناب ديالها نفس الطريقة.
ونورمالمون هذه هي البنات الشبيكه ديال الحلوه الشباكيه كتصوب بالخمسه وهكا كتشبك كاين اللي كيشبكها بسته كاين اللي كيشبكها غير بربعه المهم كل واحد على حسب كيفاش كتجيه سهله ولكن هذه الطريقه هذه نورمالمون راه هي ديال اللي كتجيبها هكذا مورده كيف ما كتشوف هانتوما هي كادي واخا صغيره وعوجه هانتوما هادي مع هادي وهادي مع هادي هادي مع هادي ندورها من هنا نحاول اني نجمعها هذا ونقلب هانتوما اختي شوفوا شفت ليا صغيره هانتوما اختي شتي صافي كنبقى غادا بحال هذا الشكل حتى كنستمر هكا حتى كنساليهم كاملين تبارك الله راه صافي كيف ما شفتوا كسعرها سالات ماما بقات لها تما شويه العجينه معها هي كتحط ليه هنايا صافي طق 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 حتى نساليو ان شاء الله البنات كيف ما كتشوفوا صباح الخير حيت البارحه راه خلينا الحلوه الشباكيه تبات ما كيوقع لها حتى حاجه بالنسبه للبنات اللي غادي يقولوا لا خاصنا نوجدوها خاصنا نقليوها ما غتخمر ولا غيوقع لها شي حاجه ولا مذاق غيتبدل ابسوليومون كتبقى واعره كتبقى زوينه كيف ما كتشوفوا كنقليو في واحد المقيله صغيره على عافيه تكون ميله بابا هو اللي راه خدام تيقليها حيت بابا سبيسياليتي ديالو هو يقلي الحلوه ويدردر الزنجلان على الحلوه دردر حيت هو تريطير كنعيطوا له دردور ايوا صافي المهم انتما كيف ما كتشوفوا شوفوا تبارك الله الشده ديالي ما شاء الله شكر راسو عاد داز من هنايا ولكن لا اختي والله تنشكر راسي الله يبارك فيك شتي شوفوا صافي واخا وبدل سمعت السميه ديالك في الفيديو تحيه ليك المهم هنا كيف ما كتشوفوا ها نتوما بقات مورده ما كتحل ما حتى شي حاجه كتبقى كي بحال هكا كيف ما كتشوفوا والطراوه ها نتوما اللي هذا اللي كتقلى كنحطوها هنايا تعسل وكنديروها هنايا وفي نفس الوقت كنعملوا عليها زنجلان ها نتوما شوفوا تبارك الله كيف مورده يا سلام هنايا سكتي هنا كيف ما كتشوفوها هي في الشبيكات كتستقطر هذيك اللي ديجا راها تقلات وتعسلات كيف ما كتشوفوا وهذه ها هي سكت اريش كنصور انت كتخلي دائما التصوير وكتجي تغوتي صافي كنبقى غادي على نفس الشكل حتى المهم حنايا المهمه ديالنا تسالات البارح اون فوا ساليناها صافي ارتاحينا دابا المهمه ديال بابا هو هاد الصباح اللي خدامتي يقلي فيها وكيقادها صافي صافي هو فوا كيدير لها بحال هكا كيجي شي حد هنايا كيلقاها دايره هكا كنديروا لها بحال هكا شويه ديال الزنجان باش كيلصق عليها هاهي كتهرس هي هشيشه هشيشه لا هذا ماشي من داك النوع اللي كضرب بها صاحبك كيتفلق نو 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 عرفتي واحد الهشه فيها يا سلام ولكن راه كطيح الكتاف باش تجمعوها مي كتكون كتعجل لانها كتكون قاصحه بزاف دونك هنا وصلت البنات لتالي ديال لا فيديو كنتمنى لا فيديو ديالو يكون اعجاب ديالكم شكرا بزاف للدعم ديالكم انا عارفه بزاف البنات اللي كيقولوا علاش ما كتساليش لا فيديو وانتينا مقدماهم في طبق التقديم لان اختي داكشي كيبقى غير بريستيج وانا كنتعامل معاكم بحال حتى نتوما كيفاش كتصوبوا داكشي في ديوركم يعني اون فوا مي كتساليوها راه كديروها في بواطات كتخبعوها ما كتحطوهاش هي لا في شو سميتها هذيك اللي دايره هكا ميضه
ودير هكا بحال القباش كيعيطوا لها ميدا ياك بابا طيفور 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 لا هما كيحطوها في داك الطيفور وداك الشيء باش نسميتو بالصقلي والمبره في اما في الخضر اما في الحمار المهم اختي الا داك الشيء حتى ان شاء الله الوقيته ديال انا بغي الحلوى ولا بغي الطيفور داك الشيء حتى منين نجيو نحطو فوق الطبيله عاد نقادو داك الشيء مسمق ونتيول اما دابا انا اصلا ما كنخليهاش برا من الكونجيلاتور كنديرها في الكونجيلاتور ماما لا ماما ما كديرهاش كونجيلاتور كتخليها برا ايوا صافي هذا الشيء اللي كاين انا براسي ما زعما ما رانيش فرحانه انني نقدم لكم هكا تشوفوا كي بحال هذا الشكل هذا ولكن ما عندي ما ندير يعني دابا تشوفوها معايا ان شاء الله في الطبيله مقاده مسمقه متيوله صافي يلا غزاله ديالي تهلاو فراسكم حتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي ما تنساوناش من لايكاتكم باي